لما نقول كوميديا يعني أكيد ماريو باسيل. مين غيره؟ ماريوتا. وين ما يكون بترفقه البسمة. رح نولع الليلة مع مغاوير. بين العفوية والجرأة مين بيسترجي نفسه؟ سأقول لماريوكا. برافو برافو. رح يغني، يولع المسرح ويحدد موقفه السياسي علناً. صار وقت التغيير والإصلاح. بين كوميدي نايت 300 والتلفزيون رح يحكي طبعاً بدنا سلاح ويخبر عن كل شي. ماريو باسيل بالعيد العاشر لكوميدي نايت هو ضيف أول حلقة من حرتقجي شو مع هشام حداد، الأربعة بعض الأخبار على الأو تي في.